ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنت تدخلنا كتاب المقدمة في أصول التفسير والسنة لفظه يروح عن سوء قال أن فصل واحد ليه أحسن الدرق التفسير أحسن الدرق التفسير قرآن كالدروق ده اللي فصل هو أول أكسن مارك واحد عن سوء قال أن أصح الدرق وحيطة قرآن كقرآن كاللي فصل هذا يرنت سكو الدالده وآيات دان آيات عطيلي أدك ويدو إن وحويان قرآن كاللي فصل حديث كنبي صلى الله عليه وسلم وخير الشيخ والسنة والسنة أيضا نقشة تنزل والوسودة عليه النبي كركيس بالوحي وحي الوسودة سنة سيدة قرآن كالنبي الوسودة وحي أهان أي السنة وحي أهان الوسودة لكن فرق يا أبو حي قرآن كاللفظ يمعني لبضه ووحي لبضه ووحي لكن سنة لما الله كالقاضة حديث القدسي وحويان إيوه حديث نبوي حديث القدس قالت الجيسة الله كهر سبحانه وتعالى لكن حديث سيدك انت ذكره وحويان الفاتة النبي قاله الفاتة النبي قاله لكن معناها أي حنبار سلطهي ومعنى اللي سوى وحيه ده النبي صلى الله عليه وسلم الفاتة لكن حروفته النبي قاله وكو عبره لكن معاني ده أي حنبار سلطهي واللي وحيه ده النبي صلى الله عليه وسلم أما قرآنك لفظك إيا حرفك لفظك وحروفك إيا معنها لبضل هو الوحي لبضل هو الوحي القرآن مركز وصنة وصنة أيضا نقشة تنزل عليه والوسودكي بالوحي وحي الوسودكي كما ينزل القرآن سيد القرآن كالوسودكي لا أنها أيضا تطلع إن لأقلنا يماها كما يطلع سيد القرآن كالوأقي لكن قرآنك تلاوذي سواء متعبد وحانا لكو أبضان صدي إنا أقرنو صلاة كنتو كينا آذنا تمرس كفري ستو قرآن أقرنو إنتا سابع عبادة وعبادة لكن حديثة أيضا تلاوذي لكو عبادستو وحانا عبادة يستبرشة ديدا وحويان عمل فريد ديدا كنت أخمد ديدا تاسل لكو عبادستا أما سيدا قرآن كوكلين أتنا شمتو حديثة ما أنت أخسن سألتك وهلو ألفات ديسة وطلف ديك أقرنو مايا متعدد معهم تلاوذي ولكن القرآن كتلاوذي سا إن أتسك أخذه وهو يمرك صدق هذا حرف هذا خذب أجرت كل الدنيا حرف هذا خذب أجرت الدنيا أتسك تلاوذي سا ولا سكو أبضان صدق وقد استدل ودري شدي الإمام الشافعي رحمه الله إيا وقيه قير كيس ومن الأئمة إمام يالك مسلمين تكمد على ذلك أي على كون الوحي على كون سنة وحي إن سنة النبي وحي تهي على ذلك أي على كون سنة وحيا إن سنة وحي تهي وحي الدليل شدين بأدلة أدلة سو كثيرة فربضا أدلة سو ليس هذا مكان كانوا موضع ذلك أهرين تاسمية شدي وصناهين وهذا كتاب كان كتبك قوية بلغة ألفين سنة إن وحي تهي وحوية والقرد جدده أنك أبيغا تطلب وإن تريدد تفسير القرآن قرآن كعبينتي سي تفسير كيسة منهم من القرآن قرآن كرادي حتى ما حلوشات كالكان وقا هذا لنا ما هن احتجاج إيا إنا نسو الدليل إنو أدلو إنا السنة وحي تاي تاس أدلالي دوها بضان تاي تفسير كقرآن كان اللو تغني ميلا بضان لكن هذا وشيداد وحي تاي قرآن كمرك الله فصير أيو قرآن كاللو فصيرا سيداس وهي هذه القرآن كآيات كوفة ستكويده سنة اللغة فصيرة ما حلو شايدكم أنت وامد كاسوكوية والقرد وشيدد وحي تهدد هل كان لغة تلقى لي أنك أبيغا تظلم وضلب تفسير القرآن قرآن كتفسير كيسة منهم من القرآن قرآن كتضلب فإن لم تجده هذا القرآن كي كيلين تفسير كي فإن لم تجده تفسير كي هذا القرآن كي كيلين فمن السنة سنة كتضلب سنة كرادين كما قال الرسول
كما قال رسول الله سيدي رسولك الهيري صلى الله عليه وسلم لمعاذ معاذ بن جبل وحكيري سيدي لقوري حين وقته بعثه النبي معاذ أدري إلى اليمن يمن مركو أدري وحكيري سيدي لقوري بما تحكم محاذ حكوك الحكمين يمن مركا تكتور داعية ذلك الدين تدو يري حاكمنا واتضبك يدك الحكمين محاذ حكوك الحكمين قال وحيري بكتاب الله كتابك اللهم كوك الحكمنا قال النبي وحيري فإن لم تجد هذا حكمك كتابك اتكويدن او اسم كوكو عبان هذا حكمك اي اسم كوكو عبان كتابك او اسلامك اتكويدو محاذ حكوك الحكمنا ضدك قال وحيري بسنة رسول الله رسولك الهي سنة اسم كحكمنا حديث اسم كحكمنا قال النبي وحيري فإن لم تجد هذا سنة حديث اي كاكا عدوا حكمك او حديث قال هو أرنتان مانتا لسكوها يسوكو السود دقي آت كأكي ويدو محاد كو حكمينيه قال وقير المعاد اجتهدو واند ذالا رأيي أنا كتدي رأيي اللي رمجد عقلنا فيها وحاويا أدلة أسكالة قد يبدا مركز لسكوها يستو أدلة كو سود دكتها دان ويدو أدلة أسعامك مدن وإكتان فادينة وحان كان فادينة قد يبدا مدء وإك حطان أيامي لبتر كيدي ويدو مدء وإك مدء وإك أيام فادينة markaas waa qiyaasana way ee ma han aqli inta meel fariitan ka fakaray taas waa baraan way taas lama ogola ah ee waxan fiirina daliil meeshan qadiyadan maanta ah yaa u eg aya baa u eg hadis ka u eg taasna haddii imaam mujtahid uu baa geeri ka qof kale ma keen karo sida qadiyadu isku eg yihiin oo waxa la rabaa furuuq inay meesha u dhaxayeen in kale inay raadido wax farqiya marka aad weydo oo mumaasilaa ay noqdaan waxa weeyaan haddii tafriiq mutanaafiraad lama ogola ashyaada isku midka waa isku qabur sharqa waxa weeyaan ashyaada aan isku midka ahayn isku qabur ma marka laakiin furuuqda iyo waxyaalaha la ixtibaariyo qof yaqaanuha faqih ay raata marka soo kale qaala raawigu wuxuu yiri waa mucaada sheegay fa daraba rasuulullaahi rasuulka alla wa garaa sallallahu alayhi wa sallama fi satrihi mucaad laabtiisu barbaxay ku dhuftay macnaha raxmad iyo jacayl daraadeed وقال وحنير الحمد لله ما بقى الضحايا يرهدين وقال النبي وحنير سيرهدين الحمد مهب لله الله سبحانه أبي الذي أليه يا مهد اسكاله وفق وفجيه رسول رسول الله إلهي رسول كيس رسول قدر رسول على هذا إرقى قال هذا ما بقى مكة يوهي ورسول الله الله صدره معادنا وايه ورسول رسول الله رسول إرقى قدر أيوي رسول مبتو وحل هذا إرقى قال هذا ارجي قال الدرو قبل وقت عامل عدوس رسول مغلوح مودا الله كريم صادر الله كريم صادر وكل شيء يجري حول الماضي من وراء هذا فقيه لكن حول عن حول كف عنين وفقه أخينا فاصل هذا كان فاصل واي ما مركن حول أنا ميق عن أو ذا دوبوي أو واحد هذا سوء أكفر است أو إلا أن بتأت أقوم حق حمرنا كذي حمرنا حول أدله برج ولات وعب صدام سليم وح أمن حوك وقاب صدام مركزه فاصلون فاصلون ويرى هذا حب مركي دهم به وح سو جاري أن لفظ فاصولة أن نبي الله يمين ما هنقف إرجع يوم ما الله تري واي مركزه صلى الله عليه وسلم كي دوك وينه مركزه فقط هذا بابك أرنك هذا ما عدا هذا إنه ما ينفعش فدين ها إنه ما ينسي لك شو يقول أي عدا طير وكع عدا مركا حتى عرفت الرسول ومغشل سيغانا صليو رسول كان لو صلى رسول شاه قف كي ما لو دري وا اسك رسول مركا رسول رسول الله في رسول رسول الله رسول كي قال ارجعي او دري ارجعي او دري مركا الحمد لله اللهم هذا اسكال الذي عليه وفق وافجي رسول رسول الله رسولك الهي ارجديسي لما شيء اللي هو افجي يرضي رالي قرينيا رسول الله رسولك الهي وحر رالي قرينيا وهذا الحديث حديث كان وهذا الحديث حديث كان يرشيقه في المساند كتبها المسنديالك ايو كسو غيه او كيالا كتبها المسانيد والحديث كانوا كلها لا والسنان كتبها السنان كانوا قالوا كلها لا بإسناد سند أيون كلها لا سند كأسو جيد أو ونكسد أولي شيخ شيخ السند كجيد وكبقى لكن علماء قبل وين ضعيفية الحافظ بن حجر كتاب كيسا تلخيص الحبيرك وبعض الحديث تلخيص الحبيرك
وحنا كنت جريد سنة كيسة من ليرا الحارف ابن عمر ومجهول شيوط كمركة كونا وكوريين ومجهول كلا يقون مركة حديث صلى الله عليه وسلم بل علماء وحيلانا حتى معنيه سنة نكارة كنت جريد سكدها سنة كيسة معنيه سنة حتى نكارة كنت جريد ساسوك رشق ناس الدين الباني سلطة قف كمركة كونا وضطول مادانا بكالحب ميلو حديث كي آيات استمرت في رينا ما كله الرئيان حديث كي لبدا هو وحي كان واحد نودا حكم كمارك ورا كتاب كفيري حديث آدم نيت ما أنصر لبدا هو وحيينا اللي يهدا ولبدا هو وحيين هذيك حكم كي أم كتاب استمرت كفيري على جهاز ما هذا اللي هو هذا من ضمبيل من تلصهر مرينا ما مارك تذكر نقول كله حكمنا كتاب كي استمرت لبدا هو وحيين ويوان استوافقسيه استمرين الصعبة مارك حتى معنيس نكارة كتير وحين يد المكاس اذا لم نجدها بان الهدين يرشيقه التفسير تفسيرك في القران قران كذا في سنه سنه بان كهل رجعنا وحن نقول لاينا في ذلك تفسيرك الى اقوال الصحابه هل كان لدينا ما ايات بان ايات حتى اذا بان القران كهل ايات بان حديث حتى اذا بان الهدي صحابه لدينا ما صحابه لو حيكون فسرين ان لن صورت ان لدينا ما حيث صورت ان لدينا ما هي تهاي وحوين أفر شيء وشيء دونا ويبيرات ليهنو دكا وقدوينه الصحابة أيان صحابة ولا آلين أيها التفسير كوز وهو يري رجعنا وحن الله بينا في ذلك تفسيرك إلى أقوال الصحابة الصحابة هذا اللدود فإنهم صحابة أدرى أيها أغال بضان بذلك تفسيرك ما هي أغال بضنا بين أفر تعنى رمضلتين لما شيء درتي سيء أغال بضنا بين شاهدوه أي أركان او من القرائن علامه وحي ايو اوغايين قرائن في القران كانوا كسو دغي احواشي كو حريرسمه مالك القران كانوا سو دغي دغاتدي تاغنيد لو ايلاجينيه قفكي او كسو دغي سببتو كسو دغي لوقدو كسو دغي احواشي كو حريرسمه او دم اي اوبين فاس اوبين او انت لو ولا تجرين لو اوكسيد اوبين او marka tan ugu horeeyda waxa weeye lima shaahaduhu waxay arkeen oo min al qaraa'in ahwal ah qaraa'in calaamado min al qaraa'in calaamado iyo wal ahwal xaalado allati taaso iqtasu biha iyagu ay goori la maqdeen on id la wadaagta jeen ayaga la goori id la wadaagta ma jirto id la arkayda ma jirto id la arkayda ma jirto taas waa ku mid kale waxaan ugu laadayna iyo walima shay dartiis lahum saxaaba usug naaday oo min fahmi fahmi ah fahm kaaso attaami bamaystira tan kale maya maya min al qaraa'ini ala rabaa iska sax min al qaraa'ini wi min al qur'aani ma lima shahaduu min al qur'aan hal qur'aanka nagu waa aragna waa kan qur'aanka naga maqa qur'aanka nagu waa aragna taasi goori leeyin calaamadihi waxay goori leeyin marka qur'aanku soo dagay waa asbaab nusuulki iyo wixii la midka marka min al qaraa'ini algu saxa aniga ba qur'aan uu dhigaa iska sax marka iska sax soo maji qaraa'ina ku dhigaa lama tumiya maya maya min al qaraa'ini wa saasway wal ahwaari ya xaaladihi allati ahwaashi iqtasu biha ay goori la noqdeen biha ahwaashi taas waa mid dakuuga tan labaad ولما شيء درتيس لهم صحابة وسقنا ذي ومن الفهم التام فهم ضميسرا فهم كصحابتنا إتكو قال إذا مجد تقوى ذوذا إيمان كوذا وحويا فهم ديرات أي إلهي سي سبحانه وتعالى مدى صدحات والعلم الصحيح علم قدو صحيح وها علم قدو علم تشبهي عقائد فاسد وحق لان كالتشيتين ماهين علم نظيف وصحيح وها علم قدو فاصروا عميدة يدك إليه ودويه إيوه مدى أفراد والعمل الصالح عمل صالح وحيالها إلهي إلمي قوسي صحابة وحاكم إذا كوكاها عمل صالح آيات دي برطاني كدق مايين إلهين ووفره مركز آيات دي صومران بوكدق مايين عمل صالح إلهي والنظيف لا سيما وحن كسين كرين علماؤهم علمدودي صحابة علمدودي صحابة علم إلهي لما سنين علم ما يلاحين تمام ما وضعين علمه علم ما يلاحين علم ما رأسنا سيكر علمي بمير علماء الصحابة ولا يقان ملكا لا سيما وحن كسي ترين علماء علماء دودي إيا وكبراهم قوة وينه
كل ائمه الاربعه سيدا افرت امام وكله ابو بكر عمر عثمان علي افرت امام اللي هو شيخه افرت خلفاء الراشدين كوا صحابه وقال ابو نكل ابو حنيفه مالك الشافعي كوا صحابه ما صحابه كوا سما هذا عيال ما كوا علم دم صحابه كوا علم دم كوا صحابه وحل ابو بكر عمر لما علم اكا وائمه واوين كوا امام شافعي يا امام مالك يا ابو حنيفه يا احمد بن حنبل وائمه واوين علم بدن لكن ابو بكر ما كان عارف لم يتمهر من الدوق لم يتمهر من الدوق كلا ائمه الاربعه سيد عفرت امام اوكله الخلفاء خليفه يالكها الراشدين ايهم سنه اي والائمه امام يالك المهديين اللهنونيي وذلك مثل عبد الله بن مسعود سيد عبد الله بن مسعود اوكله عبد الله بن مسعود وعلماء وصحابه قالوا وقيل الامام ابو جعفر محمد بن جرير الطبري ابن جرير الطبري وقيل حدثنا وحنور ابو كري قال وقيل انبانا وحنور جابر بن النح جابر بن النوح هو ضعيف لكن اثر كان هذا وكثير البخاري ومسلم وكقرين وصحيح لكن سيدي سنه نهار وين ادو اكته انبانا وحنا ورمي الاعمش وسليمان بن مهران وي اعمش اي نو ورمي سليمان بن مهران وي عن ابي الضحى مسلم بن صبيح اي وحو ما ورمي مسلم بن صبيح على ابي الضحى سكاس كو كين دونا متنغا مرنا كو يدو شيغ مرنا ما وحو شيغي دونا عن أبي الضحى أيو كوري أعمش أبي الضحى مسلم بن صبيح وكوري عن مسروق أيو كوري التابعي قال مسروق وحير قال عبد الله بن مسعود قال عبد الله وحير عبد الله بن صحابة اللي لقوا ابن مسعود قال عبد الله مرضى صحابي وعبد الله بن مسعود قال عبد الله وحير يعني وحير ليش هذا ابن مسعود عبد الله بن مسعود وحير والذي عليه ينكبارتي والذي عليه ينكبارتي لا إله مثل عابد حق أصل حقهين غير أصغر ما هني ما نزلت سومدقين آية 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 داسو من كتاب الله إله كتاب كيسا كمدا إلا والحال أنا أعلم أنو أغال بضانها ما هني في من قف كي نزل دي كسو دكتي وأين مكان كي نزل دي كسو دكتي آية كتاب إله كتاب كتاب إلا وانا قانا قف كي كسو دكتي إيه صبرت كي كسو دكتي إيه مكان كي كسو دكتي كور قف لم يدم يجير مرة والله علمي مجر أيك آية وكتابك إلهي كتالة وحانا قانا قفك أي كسو دكتي إيا مكانك أي كسو دكتي ما مدينة أي كسو دكتي ما مكة أي كسو دكتي ما صفر أي كسو دكتي ما يضا مقيم له أي كسو دكتي عبد الله مسيح يساس وليه حدان أصدقوا الساسة مكة دالي مدهن علمي قوى دمي علمي إنو هاديو ديار واحد دقيسو وحوير ولو أعلم هدان أغارها مكان أحد قف ميل وچوبه قف كاسو أعلم إيغا أقوم بضن بكتاب الله كتابك على مني أنيغا قف كاسو تناره أي غاري المضايا قديدك وحتى ما أنت فرصة أفركاس لرائج لي فرضوه غاري كران يقيلة لا أتيت وأرتبي لو أقصوا برال مع ذلك أنا صيد عصا حتى ميلك أغاها إسكادة ميل ده وحافظني مساجد كان ووحا نس كيلومتر وأفاقي هاي مساجدك أي وحا ويان حدني ميل قديدك غارو بلها الله صعوده لباب بلها الله صعوده قف ان كو اوغارها كتابك الله ايغا اقوم بدن وانا خريص لها هذا كتابك تفسير كيسان سي ودين ان كان سو بارت ذا زلي عبد الله بن مسعود سلاه سير عبد الله بن مسعود وقال الاعمش كاسو عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس وحا ويان بلاسنا ارق واك دون تابع وان وخيري وقال الاعمش وخير ايضا نقش عن ابي وائل وخو كوري عن ابن مسعود وخو كوري قال عبد الله بن مسعود وخيري كان الرجل قف وخو اها هجل كيسو منا أنك نغمدا إذا تعلم مركو بارتو عشر آيات طبان آيادو لم يجاوزهن كما قد بيشرين حتى يعرف إلا أو بارتو أو قرتو معانيهن المعاني دودة إيا والعمل بهن إنو كعمل فلو أثر كانوا ثابت عبد الله مسعيد وكسوغين ومنهم صحابة وحا كمدا الحبر الحبر حبري إيا حبري لبدا والله شغلا الحبر وحوين عالمك البحر بطأها الحبر عالمك الحبر عالمك البحر بطأها عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله رسولك إن أديركيس أها رسولك إن أديركيس أها صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن قرآن كي ترجمي شريئها ترجمي ذو حالي رقبك اللقاد والقاد كفصلة قرآن كأسو معنيه سكو رمي ببركة الدعاء رسول الله رسولك إلهي الدعاء والدعاء ببركة السبب تيد القرآن كو ترجمي وقرآن كو ترجمي نبي الدعاء دار والدعاء صدق دعاء ببركة دي إلهي القرآن كو فرمي عنه سي
مركز نقضي ترجمان القرآن ترجمان إيه ترجمان لذا بقى بنا ترجمان إيه ترجمان بالفتح والضم ببركة دعاء رسول الله رسولك إلهي دعاء ديسة بركة ديسة أيو كنت ترجمه صلى الله عليه وسلم له عبد الله ودعيه حيث من ودعيه قال النبي ويري اللهم الله فقهه فهمسي عبد الله في الدين دينك وعلمه الله بر عبد الله التأويل تفسيرك تأويلك صدح معنولي مكان القرآن كتقنا تفسيرك آكي دوننا صدح معنولي تأويل مروح اللولي كيدا تفسير وانا ميتك ابن الشرير وضنبا يا ايما بضانا المفسرين ايضا ما كيفسير اياه وحي رادان تأويل قوله تعالى قول كان على معنه سوحوه هذا معنى تفسيره مرة واحد تأويلك اللي ايه بيكسدا بمعنى عاقبة الشيء شيء عن حقيقيس يحربتيس هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد كأذر رسول ربنا بالحق أي أنه ما دون تأيضون تأويلك حقيقة الشيء قيامها تأويلك سوائنا أرقت إيش هذا أرقت شنع الغوشة تأويلك وإن إيش صارت إلهي النقلية نار الغوشة تأويلك وإن إيش صارت نعوذ بالله منها ماك تأويلك وحقيقة الشيء تاسنا تأويل لهذا تأويل كمعناها كلوحة وينصرف اللفظ عن ظاهره اللفظ عن أو معنيه كم وقدي بقول كي سيديتا معنوه توصى اللفظ عن بقول كي لباتنا معنى كلو أقبال كرا معناها صحور قبضا هدي اللي قال لي حيوم معناها كلو فصلنا تأويل لهذا كاسوا أميدك أو واحد وين متأقرين تا واحد وين سوريين تا يفقه هذا يديك سلاوي بعض اللي يحقوا لي أثناء وعركة دونا وقت جيسا إن شاء الله أو تأويل صحيحة هي تأويل فاسدة هكذا من نوع حق إلا اللي حيا لفظك عنه وقال مامرك حق يهي بالدليل حديث قال الله إن معناها تقال له يتشهدين كان يخلو يتشهد مركو بادل يهينا وبدون الدليل ألا اللي حي مركا تأويلك صدح لمعنو لي مركا تأويلك اللي يبدع وتفسير قرآن كان معنيه سيداه المفهم سيه فاسوه وقال ابن شرير وحول حدثنا وحا نورها من محمد بن بشار وابن داري قال وحول أنبانا وحا نورها من وكيع ووكيع بن جراحي قال وقران بانا وحنا ورمي سفيان وسفيان بن سعيد الثوري عن الاعمش اعمش اي نوغ ورمي واخو سليمان بن مهران ويه عن مسروق وتابعي نوغ ورمي قال مسروق وحير قال عبد الله وحير يعني وحول جده ابن مسعود نعمه وحا برواقله ترجمه القران قرانك كي ترجمي جري المخصوص بالمدح امانه دو وحا لو غاريه ابن عباس وين عباس وحا امانه دو لو كوبه وين عباس نعمة وحبر وقال هذا ترجمان القرآن ترجمان القرآن قرآن كي ترجمي تري كاسا نعمة المخصوص بالمدح أما أنت وحل لغو كوبة أو لغو قاري له لالالا هين ابن عباس وين عباس ثم رواه وري ابن شرير هو أثر كان عن يحيى ابن داود يحيى ابن داود كوري يحيى ابن داود الواصد ويه عن إسحاق الأزرق أيو كوري إسحاق ابن يوسف الأزرق ويه عن إسحاق الأزرق وإسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري أي كوري سفيان بن سعيد الثوري عن الأعمش أي كوري سليمان بن مهران وي عن مسلم بن الصبيح أبي الضحى وكان مرعيسا دخوش أبي الضحى فرأب سأقاتي عن مسلم بن الصبيح أبي الضحى أي كوري عن مسروق أي كوري عن ابن مسعود أنه عبد الله بن مسعود قال إنه يري نعم وحى برواقله ووحى أجيبه الترجمان في ترجمة جري للقرآن قرآن كترجمة جري المخصوص بالمدح أما أنت كان لغو كوبية ابن عباس وين عباس ثم رواه وري ابن شرير هو أثر كان عن بندار وكوري بندار وحوين لقب كمان ميناستا محمد بن بشار ميناستا محمد بن بشار أوحى لنا ذا بندار عن جعفر بن عون يكوري عن الأعمش يكوري سليمان بن مهران به أثر كان يكوري كذلك سداس وكله فهذا كان إسناد وسند صحيح صحيحة إلى ابن مسعود عبد الله أنت لقى جاره أنه عبد الله قال إنه يري عن ابن عباس إنه كيري هذه العبارة عبارة الله ترجمان القرآن نعمة ترجمان القرآن ابن عباس إنه يري وكسر أنت عبد الله مسعود عبارة الغشية قوان نعمة ترجمان القرآن ابن عباس وقد مات ولد هذا سداس ويتاي مركو سداس بهايي عبد الله مسعود كذب عبد الله بن عباس علمي بابا انكر سر مركو هلكس دهايي بل مركو عبد الله دنتي ابن مسعود مركو دنتي كذب علمي بابا انكر سر عبد الله بن عباس
saga sheekuu ku sheega waa kana wuxuu ku yiri waqad ma tawaadinta ibn mas'ud fi sanati 33 hijriyadu markay ahayd 33 u dhintay ala sahih qowlka sawaab ka tan qabanno wal xaal ayu dhintay umira la umri siyay ama se istinafa ka dhiga wa umira wa la umri siyay de baadahu saas way istinaf weeye wa umira wa la umri siyay baadahu بعد ابن مسعود عبد الله بن مسعود كقال ابن عباس عبد الله بن عباس وحل عمر سيي 36 صد يلحسن كدنورا صد يلحسن قول كا خوغ بدان عبد الله بن عباس وحو دنتي وحا ويان 68 يو دنت ماركا وحا ويان ادغو 35 ماركا اها lihdan iyo sideed iyo dhintay marka sanadii uu dhintay hadii lagu daro waa sax way waa 6 sano 36 sano ka dambeeyay sax way sod maxay leh lihdan iyo sideed hijriyad uu dhintay abdullah ibn abbas marka wuxuu noolaa asaga badigiis sod sanadu macnaha abdullah dhintay ibn mas'ud dhintay hadii lagu daro wuxuu noolaa 36 sano kale uu noolaa illa wuxuu dhintay lihdan iyo sideed iyo dhintay wuxuu ku rishiqu fama dhannuka maxaad u malaynaysa بما علمي كسبه وشقيستي عبد الله بن عباس ومن العلوم علوم بعد ابن مسعود عبد الله بن مسعود كد هذا ما لينسى علمي وشقيستي وكسبري ابن عباس ابن مسعود كد إلهي إنك كوبي كروي وحياته بدانه كسبري بحالة صحابته وحوين علمي انت ميلكو قويان كما فريسي كيرين كل يوم يا ما بيكدن بيبا كل يوم قفكو حكود ذلك العلمي وسياده انت قرأة صواب حضورنا عدوان علمينا كوسياده فاسماء هاي بغن كوده marka maxaad u maleeyneeyda cilmiga uu kasbaday ibn mas'ud ibn abbas wey marka iskadi wa qala al a'mash wuxuu yiri an abi wa'il wa qala al a'mash sulayman ibn mihran wey wuxuu ka wari an waxa wey an abi wa'il wa shaqiq ibn salama abi wa'il magci sax la ra shaqiq ibn salama istakhlafa aliyun ali ya khalif ka dhigay yiri abdullah ibn abbas abdullah ibn abbas ala al mawsimi amal ka hajju khalif ka dhigay waxa weyn imaamka muslimiinta asaga la rabaa xajka inuu hoggaamiyo ama qof u wakiisho nabigu labadaba waa yeelay sanadii 9aad ila sanadii 8aad la furtay ee Makkah laba sano markii la xajiyay iyadoo la haysto oo toos loo haysto ka dambeeyay sanadii 9aad iyo sanadii 10aad sanadii markii waxa weeyaan 9aad nabiga sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar khalifta Abu Bakar ayuu wakiisho khalifka ahaa asaga xajka hoggaaminayay sanadii 10aadna nabiga asaga hoggaaminayay sallallahu alayhi wasallam marka umar ibn khattab amir ul mu'minin marku aha marwa abdullah ibn abbas hajka uu wakiish oo uu khalifta asagu oo wiil hajka umada ku hoggaamin marka qofka hajka imaamka asaga dadka la hadla hadda ahkaamti hajku cadeyna waxa weyn diinki iyo tawxiidki iyo sunnadu cadeyna fiqhigi loo baahnaa ahkaamti hajku cadeyna umada asaga waanina marka wuxuu leeyahay abi wa'il wuxuu leeyahay shaqiq ibn salama istakhlafa ali ibn abi talib afwan umar ibn waqalda ali ibn abi talib wey علي بن ابي طالب ايا خليف كدغته وديرتي عبد الله بن عباس على الموسم حجك فخطب الناس تدكي وخطبه عبد الله بن عباس مركه فخطب الناس تدكي وخطبه فقرا عبد الله بن عباس وحو اخريي في خطبه قدبديس سوره البقره وفي روايه وحا كسنا سوره النور اخري مركه لبدا انو اخريي ايا دحي كرت او لبا صح لبا تابعي مركه ما سوره النور شيغه من سوره البقره ولا سورة ففسرها وفسرين تفسيرا تفسير فسرين لو سمعت تفسير كاسو لو سمعته حتي مقل لهت الروم خير يروبان اي وترك تركيغا او مركاس غالا اها وانت يسال اسلامين اي ودين لمن كان ليرهدو لا اسلموا دما وا اسلام الهين كو دمان مالك استي قبل استي سلا هين خير يروبان وا اسلام الهين تركيو دمان وا اسلام الهين ديلن وا اسلام الهين معناها تفسير غريب عجيب وهل قطب فيه هذا ما لينا تفسير كما كافي تونك بقول هذا اخي هذا ما لينا مركا كواسا صحابتها مركا وتاس روحو كتوسا صحابتها اني دتك واقوم بناي التفسير ولهذا سيستريد ديدو كويري غالب ما شيء بدن كيس يرويه او وريو اسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير واحد جرت لبا سدي او تفسيرك لبدبا اي وريان مد واحد اللي راه اسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير مدنا واحد اللي راه محمد بن مروان السدي الصغير مدنا واحد كذاب من واثق اه مدنا واحد كذاب بين على تفسيرك ابو وريان
من واثقه امامه مركه ميد كان واكي امامك اها او ثقتها واسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير وثقه ويسو ميد كان واحد لهذا التفسير كاسنا وريا محمد بن مروان السدي الصغير لهذا وكذاب كاسم وين اتسكيل على ذاك اسو كلمه دارك مركه يسري ولي هذا اساس تردده غالب ما شيء بلنكيسه يرويه وريو اسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره تفسير كاس وحو كوريو ترى بدن عن هذين لبدان اي كهدين حقوده الرجلين لبدان لبداس من اي كهدين علمي ترى بدن او كو ارغتان اسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير ابن مسعود وابن عباس هذين ولكن في بعض الاحيان مررك قبل ولكن في بعض الاحيان مررك قبل ينقلوا وحو كسو غوريا عنهم حقوده مرارك قبل حقوده وحو كسو غوريا ما يحكونه وحا اي شيغيان لبدان صحابي او من اقاويل اهل الكتاب اهل كتابك هذا لدوده هذا لدى اهل كتابك اي شيغان ايو مرارك سو غوريا التي هذا لباسو أباحها وبنيي رسول الله رسولك عليه صلى الله عليه وسلم حيث ما قال رسول كويري بلغوا إيجا جارسية عني حق إيجا ولو آية هل آية با الله كدقى وحدثوا كش شكاية أو كور نما عن بني إسرائيل غير بني إسرائيل ولا حركة ابن ملك إن قصص إسرائيليات كاشيكتا نبي محمد يريد ابن ملك ومن كذب علي قفك يقف بين شيغانا متعمدا حاله قصده يو فليتبوئه الديار قروبه مقعده ميشو كفر صلاح من النار النار رواه البخاري أيه وري حديثك عن عبد الله بن عمر بن عاص أيه ركوري وهو كله يهي أن بدنا هذا اسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير علمك تفسيره أودي أكثر كدورة لبدا انسحابي كورية أكثر كيس علمك لبدا انسحابي أيه كورية لكن مرمر واحد عدو كليه إنه كوريو إسرائيليات أولا بضان وحوية سحابي أين صوريين إسرائيليات كاسنا صوتة أورينا أين وحوية دي النبي قال حديثك صحيحة وكسقنا هذي إسرائيليات كإلا شيء كرا لو وريكرا إلا وريكرا نبي وكسقنا هذي صلى الله عليه وسلم بس لدي أسمرك لبادنا أيان حوغا إن لغا إشارة أي ربطه مدى كود وحيطة عبد الله بن مسعود إسرائيليات موريتشري سيدا قولوا ماذا غالب كود وحيطة كود وحيطة عبد الله بن مسعود لقد ماهي إسرائيليات شرحنا وينين براروتين عثيمين عبد الله بن مسعود لقد ماهي يقان كم نتماها الصحابة الصحابة وعان ولا يقان رقنا وحيطة لو يقان إني إسرائيليات كمرمر شيغان رقنا ولا يقان إسرائيليات لقد ماهي يقان عبد الله بن مسعود كم نتماها نك إنت إسرائيليات كوريبا فاسترتي اللي ولا ما كوليه استغى ولا جيدا وها وين من جملته مرق ولا جيدا هو لبدانا لا شيغي و خن ولا جيدا عبد الله بن عباس سداس وهي سدا ثوابك ان وها سوهر مرق تاس وهلكاس مساله لبد وحيت عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس علمودو وي كشيغان انو مرمر اسرائيليات وريو حدنا اسغو انكرايانا صحيح البخاري كوتالا اسغو انكريا صحيح البخاري كوتالا اوليسه وابا انا اخري نبا حديث البخاري كو يالا البخاري و خوغا يالا رقم 6900 6900 اي 29 انغنا شرحنا و خوغا يالا 1907 هوري ميل خران كو سو مرنو شرح نوغو سو نقليني marka 1907 حديثك مع السند كي سالكاس كو كين و خوري له حديثك شرح ما هان عثيمين شرح قوني هو شرح ضيار و marka عبد الله بن مسعود waxaa kasuna عبد الله بن عباس waxaa kasuna hadalkan و خوري يري كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء؟ سيد ويدين إذن أهل الكتاب كشيء وكتابكم الذي أنزل إليكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث أيضو كتاب كي ألي والرسول كي نلقو سودة جيي وكدن بيي سيد ويدين إذن رير بن إسرائيل أدول إذن علم نوشيغ تقرؤونه محطا لم يشط وحد أخرين أن أسبب برح لهين ولا برحين سبب برح لهين oo sidii nabiga loogu soo dejiyay aad akhriida sidoo weydiinayda waqad hadathakum kitabkina inin sheegay an ahla alkitab badalu wa ghayru wa katabu bi aydihim wa qalu huwa min indillah wa ayri suratul baqara waxa ween kitabka quraanka aan in sheegay suratul baqara la ku sheegay inay badaleen reer banu israayil kitabka ay la ku soo dejiyay oo ay dooriyeen oo ay gacmahoodanta wax ku qoray yiraahdeen kan kitabka ilaahay agtiisa ka soo deg oo diinki alla quraanka sheegay
قران كايري شيغي ان انت غمهودا كو قورين لي ودينك الله سين ددك نو عاس و خوي دينيدا عبد الله بن عباس سوري و هو يري و هو يري الا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسلتي ورميوسن ان كرهين وحا اني يمد او علمي اه كواس ان خوي ديدان يهوديه نصارى والله ما راينا منهم رجلا يسالكم عن الذي انزل اليكم وح لا ياب له وحا هو يري waligaa maana arbu yahuud soo imaanay doole diinkiin ii sheega misle iiga sheeg halkaas ay wuxuu iska wataan baadilka markaas idinkuna ku sii socotaan leedahay wax noo sheeg subhanallah idinka diin saafi ah isto ka dambeeyo la bedelin markaas wax waydiinaydan ayaguna waxna waydiinay maala meeshaas ay baadilkooda ku haysta saasa bukhari ga ku taan abdullah ibn abbas markaa see loo dhigi karaa abdullah ibn abbas laftigiisa iska daasay ibn mas'ud ma wariye aduu culimadu waa un xogaa tawjihaad iyo warar badan ay ka bixiyaan waxa dhici karta qowlkan inuu yahay qowl dambe oo Abdullah ibn Abbas markii dambe qaatay saas aad dhici karta qowl dambe oo Abdullah ibn Abbas raayid dambuu qaatay markii dambe inuu yahay culimadu saas waa lagu toojiyay waxa dhici karto kaleeto inuu ka hadlaayo moogtay inaad sheegto qisada Israa'iiliga iyo inaad hanuun ka dhigato labada kala marka nagu leey ka sheekeyo nabigu ma dhihin rumeyo bal wuxuu naanta inaan laana kumay karin laana beeri karin ina laana rumay karin laana beeri karin ma in diin laga dhig diin laga dhiga kara waxan la rumay diin laga maray ma karo oo wax la leefti kaga nabigu markuu leeyahay ka sheekeyo diin yaa laga diin laga dhigto ma diin laga maray ka karo lama rumay kartid haday ku jiraan waa kana tawraad ku yalla maxay la maada kala yaqaan midka gacanta ku qoray inuu yahay iyo midka alla soo dejin uu yahay mid uu yahay ma taqaan waxa tiraan ilaahi diinkiisa waa rumay ordiga ah marka waa uu sheegi kartaa laakiin diin kama dhiga kartid marka abdullah ibn abbas waxa dhici karta marka uu ka digayo iruu uga digayo dadka diin dhigasho iyo hanuun ka reebin u warinay ah israa'iiliga dadka hanuun ka dhiganaya kuwaas inuu ka reebay sidaas ayaa dhici karta qowl laba qowl aan sheegno qowl waxa dhici karta inuu markii hore warin jiray oo ka laaqay qowlka kale tan waxa weeye warinta diin maayo laakiin hanuun in laga reebiyo diin ah hanuun in laga reebiyo ayuu diiday aduu labadaas qowl ugu wanaagsan labadaas qowl ayaa ugu wanaagsan ولهذا سيستراد ديد ويرشيقو كان عبد الله بن عمر بن عاص وحوها عبد الله بن عمر بن عاص قد أصاب منه ليوم يرمو ما انت يرمو زاملتين لبرتي هركود لبرتي او هران وهلا لبرتي او هران زاملتين هو زاملة هو رتي هران زاملتين لبرتي او هران وحوين زاملتين هو حمل جملان لبرتي هركود زاملتان لبرتي ريركود وهلاي او من كتب اهل الكتاب اهل الكتاب كتبتودي كميد اه فكان عبد الله بن عمر بن عاص وها يحدث مد كشيغا منهما لبداس رتي ريركود بما شيء فهمه او فهمي من هذا الحديث حديث كانوا كفهموا من الاذن اذا في ذلك الا شيء كان لسوء يتمي عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر بن عاص ما انت يرموك ايو وحو هلاي laba rabti intii la saaro oo kutubta ahlul kitaabka asoo qaatay marmar markaa hanuun kama dhiga jirin xugun iyo xalaal iyo xaraam laga ma raadi jirin laakiin marmar uu sheegay reer banu israayil saasi raadin u leey ah kutubii hore saasi ku tiilay u leey ah taaki oo tawraadaha saasi ku tiilay u leey marka wuxuuna ka fahmay hadithkan bukhari oo nabigu leeyahay wa hadithu an bani israayil wala haraj reer banu israayil kutubtooda waxa ku qoran sheega dambina ma in la sheega nabi maxamed ayuu sadarkay dad caamaha waxa ka jira ama shiful caamaha hadana magac culumare ole qisa israayili lama sheegi karo nabiga yana yiri wala sheegi karo waa arin qatar ah wax nabigu yiri wala sheegi karo waa idan daro in la yiri lama sheegi karo nabiga yiri wala sheegi karo laakiin wajkay tahay waa la cadeeyo nabigu sallallahu alayhi wasallam diinaha laga dhigto ma dhigin bal weera diida in la rumeyo wax la rumeyo diin laga ma dhiga karo ah lama rumey karo lama beeri karo hayray waxa dhici karta waa naga soo ogaanay hadaa tiraa waa beeri waxa dhacday inuu yahay diinkii saxda Alla soo dejiyay waana gaalnimo in la beeriyo ah hadaa rumaydana waxa laga cabsanaa wixii gacanteeda ku qoreen inuu yahay waana ayadoo gaalnimo diini laga dhigo waxan diinahay marka ku fiha ku dhicire wixii aan kitaabka yagu kala cadayn waxa tiraa reer banu Israa'iil warkaas sheegay hana rumayn hana diin halkaas waa gaabs marka waxa weeyaan waa nuucaas wanu caas marka waa sheegti abdullah ibn amr ibn caas sabo ka fahmay hadiidkaas ayuu sheegi jiray marka suweeli hada saas taradeed kaana abdullah ibn amr wallaha
قد أصاب مدهلي يوم يرموك مالنتي يرموك زاملة تيني لبرها تيريركوت ومن كتب أهل الكتاب أهل الكتاب كتب تودي كمدأ فكان عبد الله بن عمر بن عاصوح وها يحدث منهما لبرها كتاب مدك ورما حق وضو وحكا شيئا جري بما شيء سبب تيسون وغا شيئا جري فهمه كفهمي من هذا الحديث حديث كان أو من الإذن إذن في ذلك إلا الشيء الله يسكو إتمي إن لا شيء ما هن إلا قد دين ولكن هذه الحديث حديث ثاني في رمك حديث إسرائيليات كهرنا ووصل شيء هذا الشيء قو كسحلنا إسرائيليات كصدح الله قيبنا قيم قرآن كي صنوا أي عديان بين إرتا أو يسن ديني هو كم ده هي أيه القرآن كاس هو واجب للبيني قيم كتاب كي يجي أنا عدينا أنا صنوا عدينا إلى الدين هو كم ده كاس هو واجب للخمي وواجب للخمي إنه دين هي صح قيم الأولياء هن بيني هم رحمة وامحين كتاب كيجا يسونا ذا نبي قال لجميع هلي كرو واحد بين عينه خوية واحد بيننا يكرى معنا عين على جماعيه وامد كاس مد كالجولي هي حدث عن بني إسرائيل ولا حرك مد ككتاب كيجا يسونا ذا على جهر إن بين طاي وإلا بيني واجب مد ككتاب كيجا يسونا ذا نبي قال لجهر إن رون طاي الله خميه واجب مد كالجولي هنا بين هما رومين وامد كان كتاب يسونا ذا لجهر واحد عدايا أما خلاف واحد أما وافق أما خلاف تير كل شيء شيخ وقولوا ولكن هذه الحديث حديثان حديثان على إسرائيلية غير بنو إسرائيل لو نسبية تذكر ولا شيء للاستشهاد مرقش الله شيء مرقاتي قشي ها مردان كتابك يبيري لا للاعتداد إلا عسكر الله ما شيء ودين لك إلا عسكر حلال القدس حرام القدس عقيدة القدس مثل الله ما شيء لا للاعتداد إلا عسكر الله ما شيء فإنها إسرائيليات على ثلاثة أقسام وصدح قيبوت أحدها متكير ما شاوي علمنا أن أغاني صحة وصحيح لنبيسة مما كيان كأغاني بأي دينا قعنه نقصغان أو مما شيء يشهد له غمقاتي كعية بصدق الرم فذاك كاس صحيح وصحيح قيب وحوية وقيب أن أغاني صحيحي وحن كأغاني دين تقعمها يقصغان وكتابك السمرة كتاب دين تيرا واحد كهالني واحد مرقاتي كعين واحد مركه وجاني وصحيح كار قيبوي أحد وهمت كير ما شيء ويعلمنا أنا وجاني صحة وصحيح نمديسة هل كان كوجاني مما كيان كوجاني بأي دين قعمه نقصان أو مما شيء يشهد مرقاتي كعين له قسم قاس بالصدق الرمي ما هو مرقاتي كع فذاك قسم قاس صحيح وصحيح وأنا الله مينا وثاني قسمي قال لا ما شيء ويعلمنا أنا وجانا كذبه بين مديس إنه بيني هاد وجانا أو سنديني هو ركمل الحين محن كل وجا كرنا بما دين كل وجانا أنت يا أنت نعتمد هذي أو مما شيء يخالف خلافه دين كيرا وحن كيرني وح خلافه يعطينا إنه بيني هاي قسمي قصنا وواجب للبيرية وثالث قسمي قصدحات ما شيء هو سجى مسكوت عنه لقى أمصي لا من هذا القبيلة قبيلة من كمد ماهن قرآن أو كتاب كيو عدين ورنتا كمت ماهم ولا من هذا القبيل قبيل كان كمت ماهم أو كتاب كيو عدين إنه بين طرير من إسرائيل دين كولي ألا وسوف يتشيه وصنا حيني ويهي الدين كي كعمها كو قرآن فلان ما كلاب من ذا كمت ماهم حان سمينينا فلان نؤمن خمين ما إنه به قسم قاس ولا نكذبه من البينين إنه وتجوس وحان ربنا حكاية إلا الشيخ لما حديث كي ينوي دليل التقدم صهر مري حديث كي صهر مري وشيكتا waxaa dhig karta reer banu Israa'il Tawraad waxa ku qornaa saas iyo saas ama waxa laga sheegay reer banu Israa'il waxa laga sheegay la yeesay dadka hadiis moodi laakiin nabi hadeen hadiis saas sheegay hadiis ma waxa tiraa qisaska Israa'iliyadka waxa lagu sheegaa qisa Israa'iliya waxa sheegay hal la fahmo wuxuu insan diinka yagi ahayn ee sheeka uu ay tahay dhageyso kana gudub sheega dhageyso ka gudub waliba caamadeeno hadeen aad aan kala qoom israayil iyo hadiifna way in aad loo cadeeyo oo leeyahay israayiliga diin laga ma dhigto war israayiliga diin aad in loo cadeeyo ha waa sheekada iska sheego waxay tahay ana wakahay amadeena marka aad loogu baraarujin raba wa qaribu dalika marka qismi gaas aan laga helayn diinkayaga wax u marqaati kacay wax beeninayna aan la helayn waxay u badan tahay waa wax aan maslaxad diineed iyo mid adduunyo midna nooga xirnay haddii aad aragto wax aan diintayadu cadeyn oo ay ka aamustay wax diina oo nooga xiran ma jirto diin loo baahan yahay ilaahay wax diin marka wax nooga xiran ma leh oo nooga baahan yahay qismigaas
شيق تاسو ربا شيق انو كو شيقو وحو كويري وقاليب ذلك كاس او مسكوت عنو كاس دينك يقو كعمصي بدن كيسا مما كيو كميديا هي لا فائدة وح فائدة فيه لحي سيسن كجرني كجرين فائدة لأسو تعودوا الله بنيسا الى امر ديني ارن دين لو نسبيي ولهذا ساس تردد يختلف ويس خلافا علماء أهل الكتاب أهل الكتاب كعلماء ديسو في مثل هذا كانوا كلا ويسكو خلافا كثيرا اختلافا كثيرا قسم قاس بضان عبا عن دين كيبو كهدلين انبضا ويس خلافا هذا بن إسرائيل مد نسخة ديسا ساتنا أقو قرأ مد كلا نسخة سيكلا أقو قرأ مد بسي أوليا مفسرين تونا مركز سوى نقلنا يساس يسكو خلافا إلا أصل كيس خلاف سنة مد نوحو قسم علينا كتاب وهيستيكر من ما كاسميدو هيستو كسر نقلنا واسخلافة يعني اللي أصل كيان اسوافة سنين ملكا يسوحو يري ولهذا سيسترد يختلف واسخلافة علماء أهل الكتاب أهل الكتاب كعلماء ديسو في مثل هذا إسرائيليات كان سوبرون تورا اختلافا اسخلاف كثيرا فربرا ويأتي وحكي ماذا عن المفسرين مفاصلين تحقوا بنا خلافهم أيضاً إن إسقلافانا كيما ذا بسبب ذلك إسقلاف كان يرد من إسرائيل إسقلافين ثلاثة ما دام أصل كي لغسر نقلنا إسقلافي أيضاً وصاص إسو غلافان ملكا مسائلك عن من كتابك يجا واحد بمينا إيا واحد بيننا عن متنا عن كوهين ووحكش يجا أو أي أب إسقلافان غلافان غير من إسرائيل مفاصلين تنا إسان نقليا واحد باهيهم أقبنا لنا تيو كحكش يجا هران ووصو شيء كما يذكرون سيدة يوشيغان في مثل هذا مد كانوا كلمة كانوا مسكوت عنه بقى. في مثل هذا كانوا أسماء أصحاب الكهف أصحاب الكهف من عيده دي واحد وانا واحد الرهير بن إسرائيل كتبت وضحة كوية لا أصحاب الكهف من عيده دي فالضرري بلن يرى ذاها واحد ويان من عيده دي من عيده دي كتال مد ما واحد يوشيغان مفسرين تناكسوا النقليا لكن قاركوض واكو عمل فلا وباطل انه عمل فلا فصول نقليا مكسر ميلا تمليقا مردونس مينونس ساريونس فليستسنونس لكن قارا كو عمل فلا وما حي سمين اياه ورقضا يكو قريا قريقا يكو حرايا ما حالا هو حرا توكسو مقالي كاروكولي ايه تاسوي عابلين هدو تاسو مركا وحوين وكوانا كوير دينا سوما خلاص هدو عبادة ومركا كاسو شركي ايه قاتي واح اسكدا اينا الله كمينه تاسو تكتبا كاسو كرو ورقضا سوى السنم يرو ميشي الاله يروا كاسو إن لقو قويو وإلها سيركا مقع عاسميشة كو أرى تمك حرسية دا لقو قريو والوقرة حرسية دا لغشة يقوبا نايو وحاويان أسماء داس والوقرة يهو كن يهونا والوقرة يهو كن والوقرة أيضا فرفورة فيرية تفرفورتان بالفيرية قاركو وحاسا كبوحة قارنا وحا الوقرة فرقو عنهين عربنا عنهين صومالنا عنهين وان وحا خكر العرب أيضا راح يبان ترى فعل يوحى سوي. لكن على كل حال هو سواف عن الفلسيش ولين الضلال هو عن الفلان وبعضه مر كلام أقرأ وحى سوكله. وحى كمل وحى رأسه كلافين واللون كلبهم أصحاب الكهف أي جل تشوف من الكيس من مدوبة مجدودنا تفاصيل تو كطلع هاي تفيدة كجر. وح فائدة أو كجر وأه ومحي أي جندت صالحين هو لتشوف. إلى يوم القيامة القرآن كجر والآخرة. كاس واحد تصيد الصالحين تجددك ونكسر ولا تشوف إلى يبت سقيمة هاي كلامه أما إنه مذوبة إنه جدودنا إنه عبا وفائدة لكم تشوف مرك قلاف كاس بس وقت كالم وعكمل هو عدة ترى لو يوم سهل واسكو قلافين كاس قرآن كلا شندي صدق قول وكسر نقلي لبنا قرآن كوير في ديمت نواصق وحصح مرك قول كوصق قول كوصق وآخر يتفضل هاي الأذ أي من سديت كوها قول كاس الصواب حيلا لبدي كلا قرآن كنتشي ونقدي قول كان هدوسا صوابا هنا صوابا نقديها إلهي سوى مجهدي ملكة كريدو دانواع تاسا إيه وعسى موسى أشي نبي موسى من أي شيء كان كانت جيتكوكا قوست ما قرعيها مساقنصا مساق قولل وحالنا قوتي وحفا إذا أو أي نوغا ما قمتهاي جيتكا إهيه وحنا قوتي للمعنى ووقت اللونس تاسوك الانقلاف لصور على المسلاء ولا سوق قلافه سبح قولا فيتر تقولوح له وقنصحه وحاس ووقت اللونس وبابئن ومدى وقت وديه مسكح ودي لبابينا وها كميدا وحلاه يسكو قلافين واسماء الضيور شمبريه مقعية دودة التي شمبريه وحويان أحياها الله إلهي من نوري لإبراهيم مركي نبي إبراهيم كيف تحيي الموتى
قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك صعيا. إلهي وين سبحانه وتعالى وقال رمي نبي إبراهيم إنه يري إلهي وصادح الله وإذا إتس مركز يري إبراهيم يا ذا رمينا وحنا لي مركز يري إلهي وارفمي إنا رمي وكيد بداء إيه وحن ربا قلبي قم أكتهد ليس الخبر كالمعاين شيء لغو شيء يري وحن ربا كيس كميد ماهن أبا إلهي شيء يري وكار رميستي لكن إنا أركان ربا مركز إلهي ها واف أنت سوقب الشمرو باو الشمرو سوقب أفر شمرو سوقب جوجو مكا شرشر شرشر جوجو قال بلا واكل يد ما قال فخذ أربعة من الضي أفر شمرات سوقبة جوجو بوها كركو ذاك سرسر هربك مركا أكوبا ما يضو ويرا عترا شمرات وكالي في رسال النار أي أرتا يميت والبا نبنا ويسودك أي أرتا يديت أو شمرت يديو النار سوما تشيدي إلا إساس أوتوس مركا شمرتي مكا عيدة تيهر ما هم بروق إيه ما جو جولي إيه ما دو دولي إيه حافظوا كتيرة واحد واحد إذا كتيرة ملا حكمة واحد كتير تا إلهي أود ساس إن آية تسمع إفرق هذا إن سداس عليه أدوب كبا بكا وتسيس وحنا لي إن الله صورنا علينا سك استروا جو جانا دم بدك كل دعنا هدين جبنا هدي قبرنا لك شديد دروان الله إن الله صورنا علينا إن أجانا وأدوب كبا إلهي تسمع كتير سوما تشيدي مركا تاسع مهم إن أجانا مركا تاسو كلام السوق رافين شبيه اسمه بحوده واحد كلام السوق رافين والتعيين البعض قبل كي إلا عينه الذي قبل كي ضريب الله قد يفتبيه قبل كا القتيل من كي لديري أو من البقرة نفك الله راح حاله كمدها واحد كلام السوق رافين أهل الكتاب المفسرين تنواصور هرينة غير من إسرائيل أيها من اسكدري من كي يلو قوي نبي موسى ماذا واحد يا نبي موسى من كي يسان اسكدري وانا لقوي واحد رمى إن إلهي نوع الدين مركز وير إلهي وحول إليه إذبحوا بقرة ناف الله قرع مركز وير كدبوا وريقينه وحوية حيرانا ما هي ففدعوا ادعوا الله لنا إلهي بل نظر إنه نوع عديه ما هي محيطه مركز اللي واميضا بطقهن قالين محين أقول بحيطه كاسي صلى الله عليه وسلم وإذا كان ندر ميني ما اللونها ميدب كيده سيوكته مركز اللي ماذا ميدب شالله الدرون مركز أي سؤال ترى يرادين بل هذا الخوسي عدى سال الوامد أم بيرفلين أون لليلين هيه أم برلهين سر هذه تقول بتوه أو رفاده مركز ورا ساق على يرادين كانوا قدوه تسوق بتان قلاه كان سهل لسمة شدة لسمة قريب شدة لسمة قريب مركز وحويان نافكي عد كتر وقول بتنيك وصافر استجمعوا جس أدر كانوا هاي دليل ورحلك يقدك دكسري أنا إسكسر مركز وحيلين عد كان قول بتن مالوغا لوغو ديفتي ما مدخا لوغو ديفتي ما غرب او حمسسينتو اها مس تغوغ مس بوودو حاكو غوجيري عدا لوغو ديفتي عدا لوغو ديفتي حاكو غوجيري تغوغ يا بوودو خلاف كا سو كلام حنا مال وحي كلام سو خلافين ونوع الشجرتي جدي نوع ادي التي جدي كلم الله الهي كلا حد لي منها جدي حقيدا موسى نبي موسى نبي موسى جدي الله كلا حد لي حيه لي مقرع مس واقنص هيا درا وحتا اذا انا انك جدي انه الله كلا حد لي oo allaas waxa weeyeen hadalkii allegeeda uu ka dhex maqlay inta sano loo sheego khalas abdullah ibn abbas wali wuxuu yiri marku alle ka hadlay alle kor u jiray samaawati su'aal ka sareeyay oo codkuna geedku ka dhex yiri oruka kitabka bukhari ay ku qorantay bukhari uu qoray ilaa khalqa af'aal ibad khalqa af'aal ibad ay ku taala abdullah ibn abbas oo saasli ma garatay marka inuu codkii ilaahay maqlay nabii muuse geedkaas ka dhex maqlaan anaga ma loo sheego soo ma jeedi laakiin geedku nooc waa waxba ma loo sheegi faa'iido nooga ma maqna mar hadana loo sheegi taasna ila qeyr dareerka intaas kaliya ma ahan intaas qeyrke oo min ma shay'a abhamahu allah ilahay qariyay fil quraan quraanka ku qariyay oo min ma shay'a la faa'idata wa faa'ida aysan ku sugnay fi ta'yiri ayridisa faa'idada soo taudu soo laabanaysa ala al mukallafina dadka la kalifay fi dunyahum adunyada la faa'ido ugu soo laabayda kuma jirto wala diinihim diintooda faa'ido u laabaydana kuma jirto in la gar walakin naqlu al khilaf laakin ma la soo hari kara hada is khilaafan wala soo hari kara wala shay kara walakin naqlu al khilaf khilaf ka in la soo raro anan xaqooda fi dalika arintaas ma ay isku khilaafeen jaa'is wa banan yahay kama qala ta'ala sidu ilaahi u yiri sayaquluna ahlu kitab wa ilayhim hum أصحاب الكهف أصحاب الكهف كان لآيضه لمن كدل يرد آهي الدين توضى الله عرالي أولهي ترودي
لمن كافي كلا آياته سيقولون وحيليهين غير أهل الكتاب سيقولون أهل الكتاب وحيليهين هم بلن يرداسوا ثلاثة صدح ياهاين صدح داسوا رابعهم متك أفر كوا كلبهم أيقود أويهي صدح ياهاين أيقا أفر كوا وقول أهل الكتاب كليهين ويقولون وحي كليهين قبل كلا أهل الكتاب كمدعا هم سو قدر المتبهي هم ويلشيسوا خمسة شنا ياهاين شنطاسوا سادسوا متك الليح كوا كلبهم أيقود أويهي كاسنا وقول كلا إلى وحيري رجما بالغيب يرمون ويقنيان رجما قميد بالغيب وحكا قرصون شيكا كا قرصون فيري أضو هل كانت تشوغي تربيكا شدي سار شيشا حتى تراكا ورم من اللي هلي لما هلي سادو اللي هلي ما هو تشيديدي ما هلي دلو تشيدين وحمكوز قولي كتا من اللي هلي كتا ما يح ور آدم أغين هتا كابا شاساسا لميت عالميت أضو هل كانت تشوغينا تراغو لا حنف قوين حبات كل marka waa iska un waqti ayaarad muqayso ma faaso kaloon qofka wuxuu sanoweyn haddu la xaqaan la nooca rajman bil ghayb wuxuu gabaya wax asaga ka qarsoon ah waliga waxaan ogeyn lagama hadlo ah waxaan ogeyn wax waxba lagama sheego ilaahay wuu ku naqdiina kala raasqo saasa ilaahay ma la yiri rajman bil ghayb yarmuna xaalay gabayaan rajman galid bil ghayb wax ka qarsoon wa yaquluna wa ilayhim ka akra sabiha هم أهل كتاب هم بل يرداسوا سبعة تضبوية وثامنهم متك سيدات كوهنا كلبهم أيقودوية سبعة تضبوية وثامنهم متك سيدات كوهنا كلبهم أيقودوية قول كان ألا مردين هدو باطل حالها ألا مردينه سيدة الوضع للوردين هكما بالقيب يلا بيلا لما عدهين صوابك قولك واكرم قول وحاتر النبي صبانو ربي ربي جاي ايا اعلم وقوم بدن بعده تريدوده واحد انا اقول الله يقانا لهذا ما يعلمهم اصحاب الكهف ما اوغى الا قليل ان يرمى هن ان ير ايادو لما دين ددكو دوما يقانين مثلغاس ارق ددكو دوما يقان لما دين ان ير اوغالو ان ير عبد الله بن عباس انت سيرتان كميد هاي او تقانا فلا تماري همرم فيهم في اصحاب الكهف اصحاب الكهف ارنتو بها كدود الا مراء ضط ما هن ضوط باسو ظاهرا مقطع ضوط عد وحنا هنا كشيغ ضوط عد وامحي وحا ترى صدح قولا الله كشيغ لبا ألا وير ردي ندنا ألا مر ردي متكاسا حقية لبا داسونا وابادل كي ضوط عد وي ضوط باس عد وحنا هنا كدود ولا تستفتي فدوانها كوي الدين فيهم أصحاب الكهف منهم أهل الكتاب حالو كمدي أحدا هلقف هل قف أهل الكتاب كمدأ فطويها كوي دينو حدهين إمي سيها أصحاب الكهف أصحاب الكهف إمي سيها هاين هاي سكوده هل قف كمدأ كتاب كبر ولا تستفتي فطوى علميها كوي دين فيهم أصحاب الكهف منهم أهل الكتاب كحالو كمدي هاي أحدا هل قف هل قف أهل الكتاب كمدأ هو الدين مركة آيات دانو شرحة مركة شيخ الإسلام فيه وغيري فقد اشتملت وحي القرآن سطي هذه الآية آياتان آيات الكريمة وراغة بضان على الأدب إذبت في هذا المقام بوس كان خلاف مسائل خلاف يمرك أكهد ليدو إذبت إيا قابك اللوغة هدلا آياتان ضدك بري قابك اللوغة هدلا وامحي قابك اللوغة هدلا وإنات أقواش ميشي كوشي يتوضى كيمتو كو قولك بادل كان بادل لماذي سوينات عبايدو قولك حقا حق لماذا سأضع الدين انت سألقا هذا أقواش وين تصوض النقل ذو وذن قبل كتن كان حقا وين تعضي ذو كان بادل كان وين تعضي ذو وذن بادل انت صور نقل ذو كأموس هذا قرانا يستبع مثل هذا سيداسو خلالين كبرو فقد اشتمرت وحي القرآن سطي هذه الآية آيات دان آيات دان الكريمة وراءك بدان على الأدب إذبتي القرآن سطي في هذا المقام بوس كانوا كلم مقام كنت لك ذا نقل الخلاف سألك خلافك سيدا الله صنع لي إيه وحي كلان كأسطي وتعليم ما شيء ذاتك إلا الضرط ينبغي هذا في مثل هذا صنع نقلين تاسوك لقلافك لصنع نقلين إن ذاتك إذا بطل بروح لا صنع نقلين إيه وتعليم ما شيء قفل الضرط ينبغي هذا في مثل هذا مقام كاسوك لك فإنه ألا تعالى أساق أسرعي أخبر وحو كور رمي عنهم أهل كتابك بثلاثة أقوال صدح قول صدح على كشيغي ضعف إلهي وضعيفي القولين لبدا قول الأولين إيه حريضة إلهي وضعيفي وغيري هجما بالغيب
وسكت الله وكعمص عن ثالث ميت كصدحات فدل سكوتك يا عمص وحتصا فدل عمص والله كعمص وحتصا على صحته صحة قول الثالث قول كصدحات صحيح لماذا سيتصا إذ إلا ذو وحي طاي لو كان قولك صدحا هدون نقلها باطلا باطل للرده ألا ويرد لها كما ردهما سيد الله ماذا كانوا يرد لي قولك صدحا هدون باطل يهي أيضا ألا ويرد لها إنت باطل ماشا اللغشة باطل كودي للشيخ كما عموسين ألا أيوحو لي لا رجم بالغيب استقر ألا مردهن إذ إلا ذو وحي طاي صحيح لماذا سأكون فهمني لو كان قول كان صدحا هدون نقلها باطلا باطل للرده ألا يرد لها كما ردهما سيد الله ماذا قولوا رديه ثم أرشد إلى هلوكو كهنوني إلى أن الإدلاع الضالع الشدى على عدتهم تربيب الله الضالع ده لا ضائل وحفا إذا تحته هو سيسكو مجرد وحفا إذا كجرد إن تربيب الأقاد مجرد قل ربي أعلم إسكده فقل ربي أعلم إسكده فيقال وحل ليه في مثل هذا أرن كاسوك لي أو إن حتى علم يسوس هذا كلام مقنين أرن كاسوك لي حلو يجد وحن علم يسوس هذا كلام مقنين فائدة فيقال وحل ليه في مثل هذا كاسوك لي قل ربي أعلم ربك يا هو قوم بضا بعدة تردود فإنه شامي ما يعلم موغا بذلك تردود إلا قليل إن يرماهن إن تاثيروا من الناس ذاتك كمطة إن تاثيروا من من ذات أه أطلعه الله إلى هيد دالع سيئ عليه كركيس إن ير قوضتك كميت وإلى هيد دالع سيئ إنت صبا كرانيسا مركز سوري فإنه شامي لا يعلم موغا فيهم لمن كاسوا أصحاب الكافئة ويوحتر فإنه شامي ما يعلم موغا بذلك التراداس إلا قليل إن يرماهن إنت سيرو من الناس ذاتك كميت إنت سيرو من من ذات أطلعه الله إلى هيد دالع سيئ عليه كركيس فلهذا سيسترد إذا قال الله وحيري فلا تماريهكم مرمن فيهم في عدة امتردود إلا مراء ضوط يمرن ماهاني ظاهرة العف أي معنوه وحوهي لا توجد حبيبين نفسك نفس الضادة فيما شيها حبيبين لا ضائل وحفا إذا تحت وحسي سيسن كتشرين وحا وحفا إذا كتشرين نفتاد حبيبين حبيبين ساسوي معنوه أي معنوه وحوهي لا توجد حبيبين نفسك نفس الضادة فيما شيء لا طائل وحفا إذا تحت وحسي سيسن كتشرين ولا تسألهم هو الدين لمنك أهل كتابك ولا تسألهم أهل كتابك هو الدين عن ذلك التردود فإنهم أهل كتابك لا يعلمون ما أوغى من ذلك ترداس إلا رجما بالغيب إلا يتكلمون منهم وكهذا الأيام رجما بالغيب وحكا قرصنا يو اسكا قبي يو اسكا توريا ساسوك لأيو هذا الأيام ساسوك لأيو هذا الله سبحانه وتعالى اللهم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.